السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المواقع الكويسة اللي بتحول التكست لصور موقع اسمه ليوناردو اي اي، واحنا اشتغلنا عليه اكتر مرة وعملنا فيه صور كتيرة، لكن هم عملوا ابديت دلوقتي بقى في حاجة اللي هي ان انت تضيف عناصر اجتماعية اللي هي الجزء دوت، تمام؟ فممكن نقول نجربه مع بعض. خليني اقوله مثلا ان انا عايز ليتل فوكس هو بيعمل خدع كده في قلب الخلفية، تمام. هنا بقى بتقول له ان المود اللي انت عايزه ايه، اللي انت عايزه مثلا دريم مش عبارة، عايز 3D animation style stable division، كل الحاجات دي تقدر ان انت تجربها. عايز حاجة بقى dynamic، عايز حاجة environment، عايز حاجة general زي ما انت عايز. ممكن تضيف في نيجاتيف، يعني تقول له في بعض الكلمات انا مش عايزها تبقى موجودة، يعني مثلا مش عايز اي مشاهد سيئة او سجاير او كذا، فتقدر ان انت تقول له جنريت. وهنا تقدر تختار انت عايز كام صورة تظهر معاك، وهنا هاي ريزوليوشن ولا لا، وهنا اكسبند دومين، وفي هنا اختيار لو انت عايز الصورة دي تبقى بابليك ولا بس خاصة. هو بقى الحاجات الجميلة بيبدأ يضيف بعض المؤثرات البسيطة كده على الصور اللي نقدر احنا نتحكم فيها. ممكن نقول له كونستراكت بوست ريسونس، ونقول له اعمل لنا نفس الصور تاني. طبعا تقدر تقول له انا عايز صورة واحدة او صورتين او ثلاثة زي ما انت عايز، وده الرصيد بتاعك. كل 16 ساعة بيبدأ ان هو يعمل لك ابديت ليها. في اختيار هنا اسمه ايمج تو ايمج، ان انت ترفع له صورة وتقول له اعمل تعديل عليها فيبدأ ان هو يعمل التعديل. دي الصور الجديدة اللي اتعملت لما عدلنا في المؤثرات الكيميائية اللي موجودة. هو حتى الآن بيتا، ومش عارفين هيفضل في النسخة المجانية ولا هيتنقل للنسخة اللي بفلوس.